أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، ومعجزاته ومناقبه ومحاسنه لا تستقصى. ذكره يزيد في الإيمان ويضيء القلوب والأسرار بأنوار العرفان، فإن الله تعالى جعل محبته مشروطة بمحبته، وطاعته منوطة بطاعته، وذكره مقرونا بذكره، وبيعته معقودة ببيعته. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. يقول سيد الخلق صلوات الله عليه في تلك الآية: ورفعنا لك ذكرك. قال: أتاني جبريل فقال: إن الله ربي وربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي. إذن فتمام الإيمان بذكر الرسول سيد الورى مع ذكر الله، وكأن المولى سبحانه وتعالى يقول: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني، ومن أثبتك أثبتني، ومن نكرك فما عرفني. وكأن الحق يقول: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا وذكرني بالربوبية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسائر الرسل والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأعلاها قدرا وأوضحها ذكرا هذا القرآن العزيز الذي عجزت الفصحاء عن معارضته، وأيست العقلاء عن الإتيان بشيء من مثله. فمن إعجازه حسن والتئام كلمه، وفصاحته وإيجازه وبلاغته، وأسلوبه الذي لا يشبهه نظم ولا نثر. ومن إعجازه ما أخبر من المغيبات المستقبلة فوقع كما أخبر. ومن إعجازه انقطاع الأطماع عن معارضته، وعجز العقول عن مقابلته. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن في
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فإذا تأملتم معجزاته وباهر آياته وكراماته عليه الصلاة والسلام وجدتموها شاملة للعلوي والسفلي والباطن والظاهر والعاجل والآجل إلى غير ذلك مما لو عد لطال، ولو أعملنا أنفسنا في حصرها لفني المدى في ذكرها، ولو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما حباه الكريم من مواهبه صلى الله عليه وسلم. فمن آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاء القمر بمكة حين سألوه ذلك، فانشق فلقتين، فلقة فوق الجبل وفلقة دونه، ورآه أهل الآفاق كلهم كذلك. وفيه أنزل الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن آياته أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق، وجمع الأنبياء كلهم وصلى بهم إماما، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء ففتحت له كل سماء، وسلم عليه من فيها من الملائكة حتى جاوز السماوات السبع ووصل إلى سدرة المنتهى، ثم جاوزها إلى أن توصل إلى مقام يسمع فيه صرير الأقلام، فوقف موقف الكرامة والزلفى وأقيم في مقام النجوى، فكان في قرب الإكرام قاب قوسين أو أدنى، فسمع خطاب العلي الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، ثم رجع في بقية ليلته إلى مكة ورد بذلك القرآن، وانتشرت بفضله الأخبار، واستمرت على ذلك الآثار. ومن آياته صلوات الله عليه نبع الماء من بين أصابعه وتكثير قليله ببركته في أوقات كثيرة، فلقد عطش الناس يوم الحديبية فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ذلك، وكانت بين يديه ركوة بها ماء قليل، فوضع يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، وكان عدد من كانوا في الحديبية وقتئذ 1500 شربوا جميعا ورووا جميعا. والركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه. وعن عمه أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره: ليس معي ماء، فضرب بقدمه الأرض فخرج الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي سحابة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا.
فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق المدينة، والجود المطر الواسع الغزير. ومن آياته صلوات الله عليه البركة في الطعام القليل حتى يكفي الجمع الكثير ويبقى الزمان الطويل. لقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، فتعاقب القوم من غدوة إلى الليل، يأكل منها قوم بعد قوم، وأطعم جميع أهل الصفة من صحفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا وتركناها كما وضعت إلا أن فيها أثر الصوابع، وسقاهم كلهم من قدح لبن، وخرجوا وتركوه بحاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. الله، معجزاتك يا رسول الله إن دلت على شيء فإنما تدل على قربك من المولى عز وجل، وعلى قرب المولى عز وجل منك، فأنت صفيه من خلقه، وأنت حبيبه من خلقه، وأنت نبيه إلى خلقه. صلوات الله عليك، معجزاتك كثيرة شهد عليها البشر والشجر والحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فرأى أعرابيا فدعاه إلى الإسلام، فقال الأعرابي: من يشهد على ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. ثم دعا بشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم رجعت إلى مكانها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من حصى فسبح في يده حتى سمعنا التسبيح. وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه. وروى الطبراني والبزار عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبح، ثم وضعهن في يد عمر فسبح، ثم وضعهن في يد عثمان فسبح. وقال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج إلى بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن.
وعن عائشة عطر الله ذكرها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ومن ذلك حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وهي آية كبرى من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقصة هي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فصنع له المنبر 3 درجات ليسمع الناس خطبته لما كثروا. فلما قعد صلى الله عليه وسلم خار الجذع كخوار الثور حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ارتج المسجد لخواره. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه سكت. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وتمر، وإن شئت أغرسك في الجنة فتأكل أولياء الله من تمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. وأما كلام الحيوانات وطاعتها له صلى الله عليه وسلم، فمنها سجود الجمل وشكواه إليه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنو عليه، أي نسقي عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش النخل والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها.
رواه أحمد والنسائي. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاءه رجل من بني سليم بضب فطرحه بين يديه وقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضب. فقال بكلام فيه حنين سمعه القوم كلهم: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فأسلم الأعرابي. وهذه الواقعة الغريبة التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه أن الذئب كلم راعيا وأخبره بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه هذا الراعي وأسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض، إذا هاتف يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت فإذا ظبية مشدودة في وثاق، وأعرابي منجدل في شملة نائم في الشمس. فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان، أي ولدان، ولي خشفان في ذلك الجبل، فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أعد. فأطلقها فذهبت ورجعت، فأوثقها النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان وشهادتهم له صلى الله عليه وسلم بالنبوة. روى البيهقي في الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم دعا رجلا إلى الإسلام فقال: لا أؤمن بك حتى تحيي لابنتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أرني قبرها. فأراه إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلانة. فقالت: لبيك وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن ترجعي إلى الدنيا؟ فقالت: لا والله يا رسول الله، إني وجدت الله خيرا لي من أبوي، ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا. وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجون كئيبا حزينا، فأقام به ما شاء الله عز وجل،
ثم رجع مسرورا. قال: سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها. وكذا روي من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا: إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به. رواه السهيلي والخطيب. وروى البخاري أن سلمة أصيب يوم خيبر بضربة في ساقه، فنفث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفثات فما اشتكاها قط. ونفث صلى الله عليه وسلم في عيني فديك، وهو رجل من الصحابة، وكانتا مبيضتين لا يبصر بهما، فكان يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن 80 سنة. صاحب المقام المحمود والحوض المورود والكوثر والخلود، سيدي يا رسول الله، أنت الشاهد، أنت الشاهد لمن آمن بك واهتدى، وأنت الشاهد على من جحد واعتدى. أنت البشير، أنت البشير بالثواب لمن أطاع مولاه، والنذير بالعقاب لمن آثر هواه. أنت الداعي إلى الله بإذنه إظهارا للحجة، وأنت السراج المنير لمن آمن بك فأبصر المحجة. لم يزل نورك صلوات الله عليك من زمن آدم عليه الصلاة والسلام مسطور السورة منشور الذكر. عرفك آدم فتوسل بك، وأخذ ميثاق جميع الأنبياء لك صلوات الله عليك. حزت خلة الخليل ونلت تكلم موسى الكليم، وزدت رفعة على الملكوت الأعلى، فكان برهانك أوضح وأجلى، فأنت واسطة العقد وزينة الدهر، تزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر. أنت صدرهم وبدرهم، وأنت قطب ولايتهم، وأنت عين كتيبتهم وواسطة قلادتهم ونقش فصهم وبيت قصيدهم ونقطة دائرتهم وشمس ضحاهم وهلال ليلهم صلوات الله عليك. يا أحبة، اعلموا أن الله تعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يعطها لنبي قبله، وما خص نبي بشيء إلا وقد كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثله، فإنه أوتي جوامع الكلم، وكان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وغيره من الأنبياء لم يكن نبيا إلا في حال نبوته وزمان رسالته. وكل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإنما اتصلت به من نور محمد صلى الله عليه وسلم. أما آدم عليه السلام فالمقصود من خلقه خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صلبه، فسيدنا محمد المقصود وآدم الوسيلة. روى الديلمي عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلت لي أمتي في الماء والطين، وعلمت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها. وأما إدريس عليه الصلاة والسلام فرفعه الله مكانا عليا، وأعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعراج
ورفع إلى مكان لم يرفع إليه غيره. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى ومن آمن معه من الغرق، ونجاه من الخسف، وأعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم تهلك أمته بعذاب من السماء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكانت عليه نار نمرود بردا وسلاما، فأعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نظير ذلك، إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وأما ما أعطيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة فقد أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام وزاد بمقام المحبة. ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام انفلاق البحر له، وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. فموسى تصرف في عالم الأرض، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصرف في عالم السماء. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث كان. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه. يا لمعجزات سيد الخلق صلوات الله عليه. لقد صنع أبو أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق من الطعام قدر كفايتهما ودعاهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو 30 من الأنصار، فدعاهم فأكلوا حتى تركوا. قال: ادعوا 60، فدعاهم فأكلوا. ثم قال: ادعوا 90. قال أبو أيوب: فأكل من طعامي 180 رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان في مخمصة، أي مجاعة. قال لأبي هريرة: هل من شيء؟ قلت: نعم، شيء من التمر في المسود. قال: فأخرج بيده
قبضة فبسطها ودعا بالبركة، فأكل منها الجيش حتى شبعوا كلهم، ثم قال: خذ ما جئت به، وأدخل يده وقبض منه، فقبضت على أكثر مما جئت به. قال أبو هريرة: فلم أزل آكل منه وأطعم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى قتل عثمان فانتهت مني. وعن أنس رضي الله عنه أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها، فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة، فلا تحملن علي هذه المصيبة. فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه، فطعم وطعم. رواه البيهقي وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا أصحابه فتواردوا على الطعام نحو 300، فأكلوا كلهم، ثم قال لأنس: ارفع، فلا أدري حين وضعت كان أكثر أو حين رفعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بني عبد المطلب، وكانوا 40 رجلا، منهم من يأكل الجذعة ويشرب الفرط، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا منه حتى شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعس فسقاهم فشربوا حتى تركوا وكأنه لم يشرب منه. الجذعة الصغيرة من البهائم، الفرق الإناء الذي يكتال به، العس القدح أو الإناء الكبير. وأيضا حين جاءه أعرابي يسأله أن يريه آية، فقال له: قل لتلك الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال: فجاءت تجر عروقها حتى وقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا رسول الله، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصب في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله عليه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال راويه: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا 300. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن ساعة العسرة. قال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا عطش
حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادعوا الله لنا. قال: أتحبون ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوز العسكر. أخرجه البيهقي وشيخه ابن بشران. وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس معاذ سهما من كنانته في قليب ليس فيه ماء، فجرى بماء كثير حتى اكتفى الناس يوم الحديبية. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، لقد كنت أبا الكرامات وتاج الأعزة وشريف القوم، دمث الخلق لأنك مخلق من خلق العزيز الجبار الكريم المتعال. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، ألست أبا المعجزات؟ ألست أبا المعجزات حينما أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد فخرجت على وجنته فرددتها بيدك الشريفة فعادت أحسن ما كانت؟ ألست أبا المعجزات؟ ألست أبا المعجزات حينما أتاك أعمى فسألك رد بصره فأمرته صلوات الله عليك أن يصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة أن ترد علي بصري؟ ففعل، فرد الله تعالى بصره. ألست أبا المعجزات؟ ألست أبا المعجزات تلحق بركة دعائك الرجل وولده وولد ولده؟ صلى الله عليك صلاة إدراك وتمكين، وعز بالإيمان ويقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.